لو تعد اشتركوا وباقي لنا اقل من 10,000 مشترك على المليون يا جماعه. المهم في مقطع اليوم بنشوف شلون نحصل سكن اكوامان. طبعا سكن اكوامان هو سكن مجاني. بنشوف لقطات غريبه وعجيبه مع بعض وترك شوتات بعد. فما بطول عليكم اكثر. اذا حابين تدعمون لا تنسون تستخدمون كود ايتم شوب 80 وليتس جو حق المقطع. يلا بسم الله نبتدي. الحبيب مسوي سكاي بيس. لا 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 تقولي برجع داخل. لا والله جيجي طيارهم بس جيجي هو والله كان بيكون تكتيك اسطوري بس الحظ غدر فيه. اتوقع لو مو داخل هو كان يمدي بالراحه. شو بيسوي ذي بيطيح البيس كامل؟ زين في ماي احس بيطيح بالماي. عندك الشكويب ليش ما تطلع له؟ والله بافهم ليش ما تطلع له عندك الشكويب؟ تخيل لابسك هيد شوت على راسك. شو بتساوي؟ قول له هذي رايح القمر على ما ينزل سمعته الصوت. والله عندك الشكويب طير له، هاي احلى شيء. اوكي طبعا سكن اكوامان يا جماعه خلاص. ما ادري اذا هو السكن المخفي او لا، طبعا هاي ستايل السنه الثانيه لازم تفتحها، واليوم كان نقدر ناخذ البيكاكس ماله. كله عليك تسويه مثل ما تشوفون. في تاخذ سمكتين، هاي كل تحدياته. تصيد سمك، وبعدين عندك ذي عند ستيمي منطقة ستيمي، تسوي ذي حركة الوقت. بعدين الله يسلمك تركب الدوامة وين هي؟ عقب تيني. بس هاي كله عليك تحصل الصولجان ما اعرف شو اسمه ذي يا جماعة البيكاكس ماله، عقب تصير ايرون مان او اكوامان. شوفوا بيتحول الحين. المفروض كان يتحول انا في الجيم تحول لي. المهم هاي الطريقة شلون تجيب السكن. صراحة السكن جدا حلو جدا رهيب. ما اعرف اذا الستايل نقدر نحصله الحين او بعد فترة، لان في تشنجات حق الستايل. اوه اصبقه بالبيكاكس وطلع برا على الجيم فصار كأنه ما صدق اتبعه. هاي احس غلط سووا هالحركة، لما واحد يهيل صار يبين لك انه ترقع. شلون من ورا الطوفة شاله؟ صار يبين شلون هو يهيل. هو يبين لك انه هو يهيل. هاي الحركة والله ودي اسويها في يوم من الايام، جدا رهيبة، صدق انهم قاعد يلعبون موفينج زون. بس حركة رهيبة. هذه شلون الكراش باري معنك في الهواء؟ الو؟ بيسويها بالهانتنج، الهانتنج سهل في الحركات، قاعد الاحظ ذي الشيء. اوح! اوح! والله هذاك اللي سوى له تاك شوت. والله سدد له واحدة، هاي اتوقع البطولة. هي شوف طفت الطلقة. الو؟ والله ما شلون طفت الطلقة. زين بطيح بطيح، حط اللانش يا اخوي، حط اللانش اسمع الكلام. شو بيسوي؟ بعدين؟ هذاك بيموت. والله لا اثنيناتكم اوت. والله محظوظ، شلون ذاك مات قبل؟ هي الاثنين ذي. يا الله. الحين باركور على ترك شوت. كل ذي تصعد هناك، تنزل هني، تي هني، شوك ويف، تطلق بتصيده. سبحان الله شلون؟ شلون شلون؟ يعني حتى الحركة اللي مو هو قاصد تسويها تصدف معاه. يا أخي والله ما أدري شلون ذي يسوون حركات. ألو؟ بينك بينك، هاي أتوقع لها شغل في بينك مسكين. صادم من الطوفة. يسجلها يسجلها؟ مرة يدخلها لا. أوووه والله أليمة، طور السنايبرات والله أحلى شيء فيه الهابي سنايبر. هذه بعد صاحب يترك شوتات بعد. شو بيسوي؟ يبي طايرة بالعلبة التونة، يركب الهليكوبتر. لا ايش قاعد يسوي؟ ايش قاعد يسوي؟ لا لا مستحيل مستحيل مو ستريم سنايب صراحة. خلاص بديت اقتنع انه ستريم سنايب. صدق شلون صار ال... لا عاد مو مرتين ورا بعض قاعد يفلونه والله نشوف النص قاعد تشلخ بالهبل. لقطات على كيف كيفك شيله ايش دعوة اذا ما شنو ناطر؟ وال لا طاح مات اخر شيء. كان يركب الطياره اللي مخبانا. اصغر زون وش بيسوي الحبيب؟ بعدين الزون قاعد دمج 10 يا الظالم. اوه هيله واحد يمكن حرفيا هيله واحد. شوف 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 ايش قاعد اسوي، شوف ايش قاعد اسوي. حتى الشكويف ايش قعدت معاه؟ والله شلون؟ شلون يسويها من اول مره؟ يعني انا بقطعها ما اعرف والله مخي شاير في اللقطات. سوي ده تنزل له. يا سلام فاهمني. هاي شو بيسوي؟ روح بشه. ضاعت علوم الريال. ضاعت الحاسبه عنده.
علق والله ضاعت علوم الريال مسكين. جي جي القرش ما يدمج بيعطيك سنتوريو والله ما ضاع. اوه مالك شغل يلا بالقرش بزعله والله شكل القرش بي... اوه اللي توقعته صار بزعله والله فزعه اسطوريه صراحه فزعه اسطوريه هاي الجليتش يا الله ابيك جيمز الو اوه زين سوى فيه ليش سوي الجليتش يستاهل مشكله ينرفز الجليتش انه يملك وانت في القارب من فوق تطلق على الناس شنو يعني شنو يعني ايش تبي تروينا شنو يعني نعرف هذه الصندوق يعني ها وات اوكي ما نعرف ذي الشيء اللي صار ايش بيسوي بالهليكوبتر ايش ليه تاخذ الهليكوبتر وما عندك ولا سلاح الو علق بيمن والله ما عندك سلاح تاخذ الهليكوبتر ليش هذا ليش ما قاعد يتكسر بعد اوح اوح يب يوم العيد ما في جنب الهليكوبتر الله يب يوم العيد سوى روحه ما يشوفه يعني حياة حلوة عنده شيلا زين هيل سوى خاطري حصل مشروم الذهبي اذا في احد فيكم حصل يا جماعة تعال خذ الصدف بس يبي صدي صار اللي وراه شكلي بعد مرة ثانية بيصد واحد ورا فهل مرة صار هذا فليتها صح يا سلام لوته حلو والله لوته جميل لا والله ما له داعي الدراي اللي حاطه والله ما له داعي الدراي اللي حاطه الو هاي ليش العلامه طلع عليه هو رفيجه زين ايش سالفه الناس عليهم علامات الو بيروح باللانش والله شكله بيصيد هو في الهواء بيعطينا بطايحه بالسماء ايش دعوه حمار مع كامل احترامي لك حمار شنو تفكر تسوي هاي ليش مسوي زوم ما اقدر اشوف الهاي خش الاسماء اتوقع خذ خذ بشق راسك اكيد اكيد شلمخ اللي عليك بعد يطلع فايها والله حمار يا اخوي ابقع روح مكان ثاني ليش هني قاعد يا الله اوه شارك ايام والله بس ليش اللقطه قديمه ذي؟ ايش يبي يسوي له؟ ايه ايام يا شارك ايش بيصير معاه؟ ما حطوا لقطه انه المفروض شيء اسطوري ها؟ ايش صار الحين وياه؟ ما فهمت ايش صار الو؟ شنو يعني؟ هاي مبنق بنقى الف اكيد بيموت بيكون ورا هو بعد يمكن ألف بنقش دعوة أكيد بيموت ما بالماء مستحيل شيء طبيعي شيء طبيعي أوه الحبيب جوال عندنا اثنين لانش باد لوتة والله لوتة رهيب أسطورة بعدين سوي ترك شوت لو والله يا ابن العيد في النازلة أنا كل ما أقول واحد لوتة أسطوري يموت السالفة يا سلام هجوم طار النورس روح له عندك اه اوكي تصير تصير تحصل يا جماعه كل مين شكويب روح له بالشكويب بس ما روح تحط الشكويب ورا الشاتجن مثلك على طول حاسب له تموت بس والله كنت متوقع ما اسوي هذه ما جاوبت فيها مستحيل بس كي خذها بروح الابيه لو عربي تلاقي صارخ ويصيح الحين ايش قاعد اسوي امبوت دي ولا شنو وات شنو حاسبها يعني؟ اوه شلون مات؟ الحمد لله انه ما صار لنا دي جلتش ولا مره. يا سلام بعدين؟ هاي المبلي زعم تلتد اوكي؟ اوكي جي جي. يرقص بعد الخويس. بعدين؟ الو شرطه؟ شو بيسوي؟ معقوله ما شافه ذاك؟ بيعطيك هيد شوت احس. ايش يبي يسوي؟ والله ما فهمت ايش يبي يسوي صراحه صاحبنا. قاعد هيل.
اوه صار من تحت السياره ليه الحركه موجوده والله عبالي خلاص ما تصير جي جي. ولين يا جماعه تخيل نكون صراحه المقطع كل واحد يقول لي رايه في السكن. الامانه انا اشوفه من احلى سكنات الباتل باس، فكتبوا لي رايكم تحت ولا تنسون تتابعوني على تويتر انستغرام سناب شات كلهم تحصلون في الواسب. وجوكم ثاني بيس.